السلام عليكم ورحمة الله. كان في واحد اسمه إيف كويلو، ده اللي هو الابن من أسرة فرنسية. الأسرة دي كانت غنية شوية، ما كانش يعني إيه من عامة الشعب، كانت غنية. والراجل ده أبوه اللي هو أب الأسرة كان شغال في فيتنام، في مدينة أو في عاصمة كان اسمها سايجون. فيعني هو على ما أظن كان شغال في بنك، كان مدير بنك أو مدير فرع بنك فرنساوي. فهو يعني كانوا ناس يعني إيه مرتاحين ماديا، كان معاهم فلوس كتير. فهو كان دايما ده طريقهم، فرنسا فيتنام، وما كانوش بيركبوا الطياره، كان بيركبوا دايما اللي هو اللي اسمه اوشن لاينر، او اللي هو عابره المحيطات. فالناس اللي بيركبوا عابره المحيطات دول ما كانوش ناس من عامه الشعب، كانوا ناس اللي هم بيطلقوا عليهم اسم الارستقراطيين، كان ناس غنيه جدا. فكان ايه يعني ممكن تقول منها بيروحوا لمكان الشغل، ومنها برضو فسحه على سطح عابره المحيطات، حاجه عامله زي تايتانيك. يعني لو اتفرجت على فيلم تايتانيك هتشوف الناس بالليل بيطلعوا كده، النساء مثلا بيلبسوا فساتين السهره، والاوركسترا بتلعب مزيكا، اللي هو بالعزف والحاجات من ديت. فالطفل دوت الصغير ممكن تقول اخذ على الطريق، يعني كان دايما بيروح مع ابوه من فرنسا لسايجون اللي هي في فيتنام. وكان بالليل لما النساء بيلبسوا فساتين السهرة والأوركسترا كانت بتلعب، كان بيشربوا سجاير. ما كانش بيمسكوا السجاير بإيديهم، كان بيلبسوا الجوانتي، بيمسكوا السجاير اللي هو اللي اسمه سيجرت هولر، أو اللي هو حامل السجاير، بتاع طويلة كده كان بيحط جواها السيجارة وبيقعدوا يشربوها. يعني ما كانش إيه عشان ريحة السجاير ما تبقاش على صوابعهم أو على الجوانتي. الناس الأرستقراطيين يعني أكيد شفتهم في أفلام كتير. فالطفل ده احتفظ بالصورة دي جوه ذاكرته، مش الصورة بس، الريحة، ريحة الميك اب لما الستات بالليل يعني بيتجمعوا بالليل والمزيكا بتلعب، كان في ريحة، السجاير مخلوطة مع ريحة الميك اب. متماكيجين بقى عشان ايه؟ عشان السهرة بالليل. في دار اسمها ديبتيك، دار فرنسية. الدار ابتدت ان هي اصلا كانت بتصنع اسمه سينتد كاندلز، او شموع بريحة حلوة. هي اصلا الدار ابتدت كده، بس بعد كده الدار اتطورت بقى بتصنع عطور. فالطفل ده بعد ما اتغنى بقى معاه فلوس، فكر ان هو يعني ايه ممكن تقول ياخد الميموري اللي هو الفراسو ديت او الذاكره دي، عاوز يحطها في عطر. الجميل ان السجاير، اللي كانت مشهوره في الوقت ده، او اللي هو النساء دي كانت بتشربها على سطح عابره المحيطات، كانت سجاير مصريه. السجاير المصريه دي كانت مشهوره جدا. الكلام ده كان سنه 1930. السجاير دي كان اسمها كدايف، ده بالانجلش يعني بالعربي يعني الخديوي. حتى انا هحط لكم صورتها عليها، صوره الخديوي. السجاير دي سويت توباكو، كان السجاير السويت، ما كانتش سجاير عاديه، كانت تحس ان هي سجاير مسكره وتبغ مسكر يعني، كانت معروفه يعني مشهوره في الوقت ده. انا لما القصه عجبتني انا كنت عاوز اشوف شكل العلبه، فدخلت على الاي بي، كنت عاوز اشتري علبه السجاير الصفيحه. لقيتها بتتباع ب 25، لو نضيفه لو لسه ايه مش متخربشه ممكن تلاقيها ب 50 يورو. لقيت واحد بيبيع علبه السجاير مليانه مش فاضيه، من ايام الخديوي يعني، من ايام السجاير ما كانت موجوده يعني في سنه 1930. خريتها على الاي باي بسعر ب 300 يورو، يعني تقريبا 900 299 و99 قرش حاجه كده، 300 يورو في علبه سجاير. يعني انا ما اعرفش ليه ده، يعني هي لو جواها الخديوي عايش جوه من ايام من 1930 ما كانش هيبقى سعرها كده. انا مش فاهم يعني، بس هو ايه الناس الالمان دول بيحبوا ياخدوا الحاجات القديمه، الروبابيكيا الحاجات دي، وبيعرضوها على الاي بي. في ناس بتحب تجمع الحاجات القديمه يعني، فسعرها، فقلت لا، ما 300 يورو ليه؟ انا اشتري علبه سجاير، انا اصلا مش هشربها يعني، ومش هلاقي الخديوي جوه. ده العطر اسمه فيلود. فيلود يعني السكرولز، او سكرولز او المخطوطات، يعني حاجات عارف اللي هو الورق المخطوطات ده اللي بيبقى ملفوف كده. فهو سمى العطر بالاسم ده. تلاقي اسم هنا، بص، حروف في الأكاديمية بيجي بالشكل ده، حتى هنا في رسمة، معرفش هتبان ولا لأ، رسمة على ما أظن دي مش عارف ايه ده. انت بقى عاوز تعرف العطر ريحته ايه؟ العطر ده اول ما بترشه هتلاقي فيه رائحه زهره السوسن، رائحه الميك اب. ممكن انت شميت رائحه الميك اب او عارفها، شميتها في عطور كتير، مثلا زي عطر اسمه جيفون، اسمه جيفونشي، جنتلمان من جيفونشي. وهتلاقي عطر تاني اسمه ديو ام انتنس، وفالنتينو، مش عارف ايه. كل رائحه يعني الميك اب اللي انت شميتها في العطور دي هنا مختلفه تماما. هنا اكتر عطر فيه رائحه زهره السوسن واقعيه ممكن تشمها في حياتك يعني بجد، يعني غير العطور التانية خالص. فتحس ان هي قوية وحادة اول ما ترش العطر، بس بعد كده بتهدأ. الجميل في العطر ان هو بيتغير، لما يعني ممكن تديله من 8 دقايق ل 10 دقايق هتلاقي
تحس ان هي زهرة السوسن او رائحة الميك اب اتغلفت بعسل مخفف بمية، وفي نفس الوقت ريحة التبغ موجودة بس مش اي حد بيشمها. يعني انا مثلا لو انا خدت العطر ده وسألت حد في الشارع رشيد وقلت له انت شامم ايه، ممكن يقول انا شامم ريحة ميك اب، ممكن يقول انا شامم ريحة عسل، وممكن يقول انا شامم ريحة حاجة سويت، بس مش هيقول انا شامم ريحة تبغ، لان بجد تحس ان هو التبغ اللي موجود هنا هو كان عاوز زي ما قلت عاوز يحاكي او يوصل فكرة ان هو ايه التبغ المسكر اللي كان في سجائر اسمها خديوي. فهو ممكن تقول التبغ متغلف بعسل. السؤال بقى، عطر يتحب؟ هو عطر يتحب، عطر يشتري تشتري شراء اعمى؟ ما تشتريهوش شراء اعمى، لان زي ما قلت لك نوتة الميك اب او نوتة الايرس اللي موجودة نوتة واقعية جدا، فممكن هي ما بتختفيش بس هي بتقل في الاول، بتكون حادة بس بعد كده بعد 10 دقايق لما يخش العسل يغلفها كلها هتلاقي الريحه ابتدت تقل، بس موجوده ايه؟ موجوده من تحت. حتى لو انت بتحب نوته اللي هو الايريس او زهره سوسن لازم تجرب العطر قبل الشراء. انا انصح لو حد سالني، انا انصح الناس بتجربته لازم تجربه. يعني انت لو انت بتحب العطور لازم العطر ده تجربه، ما بقولكش اشتري شراء اعمى بس جربه. يعني حتى لو جربته في مكان اشتريت منه عينه صغيره لازم تجرب العطر، عشان هتشوف فن وتشوف ابداع في صناعه العطر. هو الراجل اللي عمله اصلا يعني ايه، الراجل اللي هو اللي اسمه ايف كويلو ده مات، يعني مات وهو عنده 87 سنه. فهو ممكن تقول هو اللي قال لمصمم العطر انا عاوز اعمل عطر يعني ايه بالفكره دي. يعني هو قاعد معاه وحكى له القصه والحاجات اللي انا قلتها لكم دي، فالراجل صنع العطر على القصه اللي سمعها من هو اسمه ايف كويلو. فالراجل ده مات بس ساب ايقونه في عالم العطور. بجد اي حد يعني عاشق العطور لازم يجرب العطر ده. انا جبته شراء اعمى، القصه عجبتني فانا اشتريته، فما حتى ما جربتوش قبل كده، ما فيش مكان جربته فيه، فعجبني العطر. بس ايه، ممكن اقول لك اول ما شميت ريحه العسل، العطر عجبني اكتر. الافتتاحيه بتاعته كانت ايه، قويه جدا. يعني ايه، قلت ايه ده، هو هيفضل كده ولا ايه؟ بس بعد كده انا حبيته بقى اكتر لما العسل ابتدى يخش، فحسيت ان العطر فيه ابداع. يعني ايه، حتى مش عسل ملزق، لا تحس ان عسل ايه، يعني ايه متوازن كده، والعطر كلاسيكي من الدرجه الاولى. لان هو زي ما قلت لك هو كان عاوز يمثل مثلا ايه فتره زمنيه مثلا في الحياه الارستقراطيه، فهو العطر كلاسيكي. فممكن العطر ينفع مكاتب، ممكن ينفع لو انت عندك بيزنس مثلا اسمه ايه ميتنج، مقابلة مثلا رسمية، هو العطر بتاع الحاجات دي. هو مش عطر يومي، فلازم تجرب العطر. يعني نصيحتي ليك لازم تجرب العطر في أي مكان، بس ما تشتروش شراء أعمى عشان ممكن إيه يكون صعب عليك، خصوصا لو أنت مش متعود على رائحة الميك أب ديت، ما بتحبهاش قوي، فالعطر ممكن إيه بتقول لأ في البداية بتاعته صعبة شوية، بس اديله 8 دقايق 10 دقايق العسل هيخش يعني يبقى عطر إيه زي الفل. فهو ده الفيديو يا جماعة، معلش أنا طولت عليكم النهاردة، بس كنت عاوز إيه أحكي لكم قصة العطر ده أصلا جه منين. يعني جربوه، ولو حد يعني جربه في مكان يا ريت اسمع رايكم، عجبكم ما عجبكوش، بس كده خلاص. والسلام عليكم ورحمة الله.